وعلى الرغم من تنامي المخاوف من تفشي مرض إنفلونزا الخنازير، استمر توافد مئات الآلاف من المسلمين على الأراضي المقدسة في السعودية استعدادا لأداء شعائر الحج. وتتولى السلطات الصحية السعودية فحص جميع أفواج الحجيج وعرضهم على أجهزة الكشف الحرارية ومراجعة وثائقهم الطبية وإعطائهم أدوية واقية وتطعيمهم في حالة الضرورة. من كل فج عميق بدأ مئات الآلاف من الحجاج في التوافد على الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء شعيرة الحج، الركن الخامس في الإسلام. وعلى الرغم من تفشي فيروس H1N1 المعروف إعلاميا باسم إنفلونزا الخنازير في أنحاء العالم، فإن آلاف المسلمين الذين ادخر كثير منهم المال على مدى سنوات اتجهوا إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. ومنذ أعلنت منظمة الصحة العالمية انتشار الفيروس بصورة وبائية في يونيو الماضي، يخشى الخبراء أن يؤدي اجتماع 3 ملايين حاج ينتمون إلى أكثر من 160 دولة في مكة هذا الشهر إلى انتشار الفيروس على نحو يؤدي إلى تفشي المرض في أنحاء العالم. وفي مطار جدة تتولى السلطات الصحية فحص كل القادمين وعرضهم على أجهزة لكشف الحرارة ومراجعة وثائقهم الطبية وإعطائهم أدوية وقائية وتطعيمهم في حالة الضرورة. طبعا اول ما يدخل الحجاج صالة وزارة الصحة بيتم استقبالهم وبنمررهم عبر الكاميرات الحرارية لمشاهدة درجات الحرارة، طبعا اكثر من 38 درجة حرارة لدى الحاج، بنحاول نعزله في منطقة بنجمع الحجاج فيها وبيجي الطبيب بيكشف عليهم، اذا كان معاه اشتباه انفلونزا خنازير بنحولهم على طول من الجيتوي على الاسعاف على مستشفى الملك سعود. وقد نصحت السلطات السعودية من تزيد أعمارهم عن 65 عاما أو تقل عن 12 عاما والمصابين بأمراض مزمنة والحوامل بتأجيل الحج، كما فرض عدد من الدول الإسلامية قيودا مماثلة على الحجاج، وقررت بعض الدول منع سفر الحجاج هذا العام. وأنشئت وحدة خاصة بمستشفى الملك سعود تضم نحو 300 سرير وخصصت لرعاية حالات الإصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير خلال موسم الحج، لكن في مطار جدة وهو البوابة الرئيسية التي يدخل منها الحجاج إلى مكة المكرمة لم تكتشف أي حالة إصابة حتى الآن. ويتولى السعوديون استقبال ورعاية ملايين الحجاج في مثل هذا الوقت من كل عام، لكنهم اتخذوا المزيد من الإجراءات الوقائية هذا العام، حيث تمت زيادة أعداد العاملين الصحيين في مطار الملك عبد العزيز الدولي بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق. وتبدأ شعائر الحج رسميا اعتبارا من 26 من نوفمبر الجاري، لكن بعض الحجاج وصلوا مبكرا لزيارة المدينة المنورة حيث قبر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.